زارت جمعية هذه البحرين نادي الجيش والبحرية في لقاء مفتوح مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك للتعريف بجهود مملكة البحرين في مسألة التعايش والحوار بين الأديان. الزميل صالح يوسف موفد مركز الأخبار إلى لندن وتفاصيل. مساع بحرينية ذات خطوات متقدمة في أسس الحوار والتناغم بين مختلف الأديان والثقافات، استحقت أن تكون الواجهة المطلة للقلعة البحرينية الأصيلة. وفي هذا اللقاء المشترك بجمع من الناشطين في المجال الحقوقي والأعلامي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، قدمت جمعية هذه هي البحرين نبذة تعريفية عن تلك الجهود، لا سيما حول نهج جلالة الملك المفدى الحريص كل الحرص على ترسيخ هذه الرسالة الحضارية وجعلها بابا مضيئا للبشرية جمعاء. لقد نشأت في منطقة عوالي وقضيت سنوات عديدة في مملكة البحرين، وحتى الآن أذهب لمرة واحدة سنويا لزيارتها. في السنوات العشر الأخيرة نظمت زيارات جماعية للبحرين لحوالي 1000 شخص حتى الآن، وأضاف هذا علي الكثير من السرور لرؤية الناس يزورون بلدي البحرين كما أعتبره، وأتذكر الأيام الجميلة هناك. ومما يتعلق بهذه الفعالية، فقد قضيت حياتي وأنا أخبر الناس حول العالم أن البحرين شاملة لجميع الديانات، وهذا يذكرني بما قاله لي والدي: لا يهم ما هي ديانتك، كل الديانات تتعلق بالحب والسلام، ولا توجد مساحة لأي شيء آخر. وفي خضم هذا الملتقى أبدى الحضور إعجابهم الشديد وانبهارهم بما تقوم به المملكة التي أصبحت منارة للسلام والوئام تنطلق من قلب الخليج العربي نحو العالم. It's very encouraging. Very encouraging to see the King Hamad Center. مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يزخر بهذه المنطلقات وينمو بهذه الكيفية، ومن الرائع رؤية أعضاء من المجتمع اليهودي والمسيحي والديانات كافة في البحرين. هذا الخليط الثقافي وما فيه من ترابط بالنسبة للبحرين يرسل رسالة للعالم أن هذا المركز استثنائي. Today's talk has been incredibly interesting. كان اليوم الحديث مثيرا للاهتمام بشكل كبير لمعرفة تنوع الأديان في مملكة البحرين، حيث يجهله الشخص البريطاني العادي. علمنا أن الكنائس المسيحية في البحرين موجودة منذ أكثر من 100 عام في هذه المملكة، ويقوم الآن جلالة الملك حمد ملك البحرين ببناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وهو لشيء رائع حقا. جمعية هذه هي البحرين أيضا قدمت عرضا إعلاميا متكاملا تحدث بإيضاح شامل عن إعلان مملكة البحرين الذي انطلق في مدينة لوس أنجلوس وكرسي جلالة الملك للامتهان الأكاديمي بجامعة لاسبينزا الإيطالية في روما ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في المنامة. كنت أعيش في مملكة البحرين منذ بداية الثمانينيات وحتى بداية التسعينيات، حقا مشكورة لهذا الحدث الذي أقيم اليوم، كان حقا رائعا، وأنا جدا أفتخر بالبحرين وما بها من بيئة متسامحة وكيف تحتوي جميع أنواع الثقافات. هذه هي البحرين، نعم هي هكذا بتنوعها الإنساني، وهذا ما قدمه أعضاء الجمعية البحرينية عبر شتى مجالاتهم المهنية في هذا اللقاء. فكرة عبقرية مضيئة ونهج ثابت في قاموس المملكة، اليوم أصبحت محط أنظار لجميع الثقافات والحضارات. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، العاصمة اللندنية.